مساء الخير. هل بلغت المواجهة بين دول الخليج العربية وحزب الله ذروتها، أم أننا دخلنا دوامة من التصعيد المتنامي؟ ما هو سقفه، أسبابه وتداعياته على لبنان سياسيا واقتصاديا ولا سمح الله أمنيا؟ هل من حظوظ لنجاح وقف العمليات العدائية في سوريا لتشكل أساسا لتسوية شاملة، أم أن الصراع سيتطور وسيشمل تدخل بلدان كانت تخوضه بالواسطة؟ ملامح الحاضر والمستقبل داخليا وإقليميا نحاول استشرافها الليلة في كلمة حرة مع السفير السابق عبد الله أبو حبيب، أهلا وسهلا فيك، والسفير السابق رياض طبارة، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لوجودكم. سفير سابق بواشنطن، نريدكم كنتوا بواشنطن. وإلا سفير بريد حطي هاي البروتوكول. السفيران السابقان في واشنطن. وبركي بنحكي هيك شوي صغيرة عن انتخابات الأمريكية. أسبقان كمان. الأسبقان إجا ورانا كمان. ولا يزال السفير موجود. طبعا حجرب كمان احكي شوي عن الانتخابات الامريكيه، ولو بعد الملامح مش كتير واضحه، ولكن هيك ممكن استشراف المستقبل، خصوصي انه الامريكيين على ما يبدو مش فاضيين كتير للمنطقه ودخلوا في نفق الانتخابات. ولكن دعني سابدا معك سعاده السفير. المواجهه بين حزب الله والخليج كان ذروتها اليوم اعلان الخليج حزب الله حزبا ارهابيا. هل هذه هي الذروه فعلا؟ أم ممكن تكون بداية وسندخل إلى أمور أصعب في المستقبل القريب؟ أنا أعتقد ذروتها أمس بخطاب السيد حسن نصر الله كمان، لأنه ما كان هين مع الخليج وقال لهم نحن أنتم مستهدفين، نحن تفضلوا. اليوم هذه خطوة إضافية، منا الذروة، يمكن ما أظن حدا رح يدخل بيناتهم حتى يضبط الأمور. فالامور صعبه على لبنان وصعبه على المنطقه. شو بده يصير؟ صعب الواحد يتكهن بهيك شيء، لانه يبدو من الموقف اليوم الخليجي وموقف الامس للسيد حسن نصر الله انه ما حدا منهم ناوي يتراجع واثنيتهم مستمرين فيها. فهيدي منا ذروه، بس هي بيختلف معي مشكله كبيره، بس منا ذروه المشاكل، يمكن نوصل لوقت اكثر. طب وتداعياتها على لبنان؟ لانه قلت انه في تداعيات. طبعا، لان حزب الله قسم مهم من لبنان، حزب الله بالوزاره، حزب الله بمجلس النواب، في كتل تتعاطف معه وتحالفه، فمنا هينه يعني، واي شيء بده يجي، اي ضرر بده يجي على البلد بده يجي عليهم كمان. واذا صار في مثل ما بينحكى يعني في مشكله كبيره بلبنان من جراء هذه الاشياء. شو بده يصير؟ ما بعرف، بعد ما رح نفصل يعني شوي بالاسباب ايضا والتداعيات، ولكن دعني انتقل الى سعاده السفير رياض طباره عن الذروه. هل توافقه الراي انها ليست الذروه بل خطوه من الخطوات التي ستترك تداعيات كبيره على لبنان؟ شوفي، اولا خلينا نبلش من التداعيات. انا بعتقد انه الخطر الأساسي كان أنه يصير في فتنة سنية شيعية، بس بعتقد بعد القرار الإقليمي والدولي أنه ما يصير فتنة. وخطاب السيد حسن امبارح كان يعني بدأ بهالعملية هاي وأعطاها مجالها، أنه نحن ما بدنا فتنة. واليوم جاوبوا الرئيس الحريري قال له نحن ما بدنا فتنه، يعني هيدي بعتقد مفروغ منها على التداعيات، يعني لانه يعني هذا التخوف انا بعتقد يعني ظاهر انه كان في غير محل. هلا شو بس يعني وين رايحه الامور؟ اولا في شق الدبلوماسي، يعني التمثيل. أنا بعتقد وصلت لآخرها بالتمثيل، يعني خففوا، أخذوا كم دبلوماسي من السفارة، وهي كان بيقدروا يعملوها بدون ما يعلنوها، يعني هيدي بس بيقولوا للدولة إنه إحنا سحبنا إنه فلان وفلان رجعوا على البلد. لكن السفير موجود. إيه السفير موجود، يعني هلا بيقدروا يعملوه قائم بأعمال، يروح السفير يصير في قائم بأعمال، بيقدروا كمان يسحبوا السفرة ويسكروا السفارة، بس ما بعتقد بهالمجال هذا في خطوات قادمة. هلا الخطر الوحيد اللي جاي هو ماذا سيكون مصير اللبنانيين العاملين في السعودية. لما بتقولي مش بس في السعودية، في الخليج.
لما بيقولوا انه حزب الله وكل من يتعامل معه يعني وكل فروعه وكذا وهذا، في الكلمة خطرة يعني، في ناس بيقول لك هذا بتعاطف مع حزب الله، لذلك ضب غراضك وروح. عرفتي؟ هون الخطر. بس بعد هلا انا بعتقد انه ما بتصير أماس يعني بأعداد كبيرة، بأعداد كبيرة ما بتصور بيعملوها الخليجية على لبنان، لأنه الهدف مش الهدف تعليم لبنان درس يمكن، مش الهدف تخريب لبنان. يعني ما بعتقد الخليج بده يخرب لبنان، بده بهالمواجهة بدهم ياخذوا موقف لحتى لبنان يتراجع عن موقف اللي أخذه بالجامعة العربية. هلأ من جهة ثالثة بلشت الوفود الخارجية، الفرنسيين بدأوا يحاولوا يعملوا صلحة. بس بأوج هالعملية هيدي محاولات الصلحة ما بتجدي كتير يعني، بعتقد بدأ شوية وقت بنتروا شوي وبعدين تبدأ أنا بعتقد المفاوضات، إنه يمكن يدخلوا فيها الإيرانية، يمكن يدخلوا فيها الفرنسيين أو الأمريكيين يضغطوا من جهتهم. بس ما بتصور بصير في مساعي لتقريب وجهات النظر. طب سعادة السفير، برأيك ما هو الذي سبب هذه الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية؟ ما هي الأسباب؟ أول شيء خليني أقول نقطة صغيرة عن اللبنانيين اللي بيشتغلوا بالخليج. أنا بعتقد معظم اللبنانيين اللي ما زالوا يشتغلوا بالخليج هن متعاطفين مع دول الخليج، وهن معظمهم متعاطفين كمان لبنانيا مع 14 دار إذا ما قلنا مع المستقبل يعني. فأي طرد لمعظمهم، مش هقول كلهم، هي بيكون ضرر للمصالح الحلفاء أو الأصدقاء اللي بدك إياهم. يعني برأيك الناس اللي مع 8 أدار خف وجودهم في الخليج؟ الشيعة من زمان عم يطردوا بالخليج، خلينا نحطها مثل ما هي يعني، من زمان. ومبارح الأربع أسماء اللي طلعت كمان شيعية، يعني ليل صاروا بالخليج ما بفتكر فيه كتير، ما بعرف قديش فيه، ما عندي أي أحصاء. ما في أرقام أساسا يعني، ما حدا أرقام. ما حدا نعطي أرقام، ما حدا يعملها. السفراء هناك بيكونوا بيعرفوا يعني بالخليج، بس هيدي أشياء مش للإذاعة فيها. هي من جهة. الجهة الثانية هي السؤال، الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة الحادة. أنا أعلم امبارح السيد حسن نصر الله، هي خلاف بين السعودية وما تقوم به السعودية وضد حزب الله بكل قوة. هلأ إذا صار فيها خطأ دبلوماسي وكذا، بس هيدا مش عذر، مش سبب حتى نعمل أزمة كبيرة فيها يعني. صار في خطأ أو ما في خطأ، لكن هي النقطة اللي طفحت الكيل أو بيسموها السموكينج جان، يعني الشيء اللي عمل تريجر يعني اللي أدى إلى اشتعال هذه الأزمة بهذا الوضوح. اليوم كان القرار ضد حزب الله، ما كان ضد الوزير جبران باسيل أو الدولة اللبنانية كان ضد حزب الله، بده يؤثر على لبنان طبعا. ولكن يبقى حزب الله في الحكومة اللبنانية، ممثلا في مجلس النواب اللبناني، مكون أساسي من وكمان الوزير نهاد مشلوق اليوم مؤتمر وزراء الداخلية العرب، هو كمان اعترض على تصنيف حزب الله. هلا بجوز الفرق انه نهاد المشنوق معقولة هو يكون مشي بالقرار لكن حط اعتراضه، وبينما الوزير جبران باسيل يمكن نقى بنفسه، امتنع عن التصويت واعترض وامتنع عن التصويت. أنا شخصيا مع العرب إذا اتفقوا يعني، كانوا كل العرب مع العلم انه بهذا القرار بالذات كان فيه يعني تقريبا اجماع، ما كان ما حدا اعترض على القرار او امتنع عن التصويت. لا يومتها بالجامعه العربيه ما حدا. بس مش هيدا، انا ما بعتقد هيدا السبب ابدا، لانه هيدي صارت بثماني كانون الثاني يعني. من والازمه بلشت بلبنان ب20 شباط، بعد 20 شباط. فما بفتكر هيدا السبب، مش معناتها هيدي غلطة أو مش غلطة أو كذا، نختلف، بس إنه مش هيدا السبب اللي ولع هالأشياء اللي عم تولع. شو السبب؟
السبب اول شيء كان في اتهام لحزب الله انه موجود باليمن، انه هو عم يدربهم لضرب السعوديه، موجود بحزب الله طبعا بسوريا وعلى طول كانوا ينتقدوه في البحرين بالكويت بالبحرين حرية. اتهموه انه موجود بالبحرين، اتهموه بالكويت، اتهموه وين ما كان. صار في اتهام قبل بيومين مما صارت لمن مما ولعت المشكله يعني. عم تحكي يعني بين 15 و20 شباط اللي صارت هالاشياء هيدي. هول اللي ولعوها في حرب بالمنطقه قائمة، إذا ما كانت بلبنان، أزمة لبنان هي سياسية، بينما باليمن وبالبحرين في كمان يعني مش هينة، وبسوريا بسوريا وبالعراق شوي كمان. بعدين إجا وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار كل الدول المنطقة ما كانت راضية فيه. أنا ما بعتقد السعوديين ما قالوا هالشيء، بس عندي تحليل، ما بعتقد السعوديين والاتراك كانوا راضين فيه ولا السوريين راضين فيه، السوريين بدهم كانوا يكملوا حتى سوريا المفيده تصير بقبض الدوله كلها. عن النظام كلها. يعني عن النظام النظام طبعا. ايه فيعني ما كانوا، واليوم في انتقاد ايراني شوي لوقف اطلاق النار. فاليوم دول المنطقه ما كانت راضيه عن هالشيء، او ما كان معهم علم شو عم بيصير على المزبوط، فكمان هيدي رده فعل بتأثر عليهم، بتأثر على 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 السعوديين. فأسباب كثيرة، هي كلها مشاكل المنطقة اللي داخل فيها حزب الله، واللي ما نكر السيد حسن امبارح قال انه هو داخل فيها او هن داخلين فيها. فهيدي اسباب المشاكل اللي عم بتولع اللي وصلتنا لهون. مع سعادة السفير، هل بتشوف انه يعني بتوافق على الاسباب اللي طرحها سعاده السفير ابو حبيب بشكل عام؟ بس انا بعتقد في بدنا نفصل بين شغلتين. واحده العقاب، عقوبات على لبنان كدوله اللي هو على التسليح وسحب وفي حزب الله لا على جهه على الدوله، لانه الدوله وهذا اللي بيقولوه انه الدوله كدوله من خلال وزاره خارجيتها نأت عن نفسها عن مشاكل اللي بتخص العرب واجمعوا عليها العرب. هاي مشكلتهم مع الدوله اللبنانيه. اما مع حزب الله فمشكله ثانيه انا بعتقد وطويله الامد. هلا المشكله مع الدوله اللبنانيه هي انه طيب مثل ما عمل يمكن انا ما عرفت تماما شو عمل الوزير مشنوع، بس كان من اي ما يكون هناك. شوفي لبنان لما كان بمجلس الامن بيصل بنفس الحاله اللي وصلنا عليها بالجامعه العربيه. كان في قرار، مش قرار كمان، بيان رئاسي اللي يتطلب الاجماع. ولبنان كان موجود وقتها. شو عن سوريا؟ ضد سوريا. فلبنان ايام ما كان بيقدر كان بمجلس الامن بتصميم الامن ما بيقدر يكون ضد سوريا. شو عملت الدبلوماسيه اللبنانيه؟ بالمفاوضات بالمفاوضات مع هون وهون قالوا طيب رح لبنان نتفاهم ما وقعكم انتم ما تعترضوا على البيان الوزاره، لانه ما في تصويت على بيان على البيان الرئاسي، ما في تصويت بيقولوا برفع الايدي. حدا معترض؟ لا، كان عضو غير دائم وقتها. ما هيك لبنان؟ نعم. كان عضو غير دائم. ايه كان عضو غير دائم. قالوا له طيب امشي انت ما تعترض، وبعدين رح نترك لك مجال تشرح انه انت ضد 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 القرار. ايه. ضد شو اسمه. وهيك عمل لبنان، مشى العملية حتى ما يلام انه هو عرقل مجلس الامن. وما بيقدر لبنان بقوته الدولية عرقل مجلس الامن، لكن من بعدها قال نحن ما موافقين ابدا، هاي سوريا من احلى ما يكون وكذا كذا كذا كذا. لو كنت محل الوزير بسيل شو كنت عملت؟ انا كنت اول شيء السعودي قاعد باخذه عجلة بطلع انا وياه بقول تعال لك عندنا هالمشكلة، تعال شوف لي كيف بنقدر نحلها نحن وياه. ثانيا بالنهاية أنا بصوت على القرار وبتحفظ على بند من بنود القرار، لكن لما بنقي بالنفس عن القرار ككل
روحت لصالح بعز الطالع، هي في كان بس بند واحد اللي عم بيقول انا اعترضت عليه، ويقال انا بعد ما شفته هالقرار هلا لانه ما حاطينه على الانترنت، بس يقال انه ما انه هذا القرار ما كان فيه عن حزب الله، كان بشيء ثاني، بس لنفرض كان فيه عن حزب الله. كان وقت الهجوم على السفاره، ايه هجوم على السفاره السعوديه بايران بمشهد، فلذا ايه بقى انه ما كان في ذكر لحزب الله بهالقرار. بلا كيف في ذكر؟ هلا بيقولوا بحرين دخلت حزب الله بالقرار، بيقولوا في قرارين، بس على كل حال لنفرض انا عم بفرض انه في حزب الله موجود بالقرار، انا بصوت مع القرار لانه اجماع عربي، وبطلب بالاخير تفسير، انا بتحفظ على هذا لانه حزب الله هو احد مكونات الشعب اللبناني، ونحن لا نعتبره ارهابي ولا نعتبره كذا. بتعرفي كم مره صارت معنا هيدي بواشنطن لما كنت انا هوني؟ عده مرات، وبالنهايه حلناها ما صار، وحليناها بالتي هي احسن. طيب انا بقول هيدي الدبلوماسيه، يعني الدبلوماسيه هي لما بيكون السياسيين عملوا مشكله بيجوا الدبلوماسيين بحلوها، بيجوا هن اللي بيطروا الامور. هون لا، هون الدبلوماسيه خلقت المشكله، والسياسيين هلا عم بجربوا يحلوها بالتخبط اللي موجود بلبنان. انا بعتقد هذه كانت من اهم ما يكون فيها سوابق عديده، ولبنان يعني هذه مرتبطه مباشره برايك بوقف المساعده السعوديه اللي هيك قالوا، او هيدي حجه اخذت المملكه لما توقف هذه المساعده؟ لا، هلا في عم بيقولوا انه لانه نزل سعر البترول بطل متوفر مصاري وما عندهم مصاري وكذا. انا ما بتصور، لانه بتعرفي لما بتحكي بمدخول البترول بمليارات الدولارات وبتقولي انه ما قدروا يدفعوا 3 مليارات، يعني انا ما بتصور. هناك من يقول ايضا ان المملكه العربيه السعوديه تغيرت منذ الملك عبد الله الى الملك طبعاً سلمان طبعاً الى الملك محمد بن سلمان، يعني نحن واردين عم نتعامل مع سعودية مختلفة. هيدي بالدبلوماسية كمان يجب أن تأخذ معها الاعتبار. بالزمان السعودية ما كانت لا تدخل بحروب ولا تعمل ردات الفعل العنيفة. هلأ في سعودية جديدة بدنا نتعامل معها كسعودية جديدة، ولذلك يعني الدبلوماسية اللبنانية بتفهم انه انت عم تتعامل مع كيان جديد، ما فيك تتعامل معه مثل ما كنت تتعامل في الماضي. سعادة السفير باختصار، يعني الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يقوم به حزب الله خارج لبنان؟ عم بحكي عن اشتراكه بالحرب السورية، عن الخلايا الموجودة بالبحرين، لا، بالكويت، يعني ما تقوله الحكومة اليمنية، الاتهامات ما في شيء مثبت، بس في حكي من هذه الحكومات. خلينا نبلش بالاول. اولا انه هذا الاجتماع اللي عم يحكي عنه سعاده السفير صار بثمانية كنون ثاني مش هيك؟ وهيدي صارت بـ20، لكن والوزير بسيل انا سمعها منه انه حكي مع عده سفراء عرب، وبعتقد واحد منهم السفير وزير عربي، وبعتقد واحد منهم الجبير الجبير، بعتقد مش متاكد لان ما سالته هيك شيء. وبعتقد انه التوجيه السعودي هو منه ضد لبنان بقدر ما هي ضد حزب الله. نعم. هلا عندنا جيش لبناني، هالجيش قديم، نحن ولا مره تلقينا قرش من السعوديه الا 3 مليارات وزائد واحد، مش هيك؟ هالثلاث مليارات هودي اجوا نتيجه لبروتوكول فرنسي سعودي، بدهم كانوا بيشتروا سلاح منه السعوديه والى اخره، وما ظبطت بالاخر، بس البروتوكول باقي، بقوم رحمه الله الملك عبد الله بقول بنعطيهم للبنان. وهيك صارت، واخذت وقت كثير، واخذت يعني كثير روحه ومجي، والجرايد اللبنانيه حطتها كليتها ووقفوها لمن اجى العهد الجديد بالسعوديه. بعدين رجعوا مشوها، جمدت ايه جمدت، بعدين رجعوا مشوها بالاخير. فاذا ما وصلنا شيء من هالثلاث مليارات، جيش لبناني موجود وموجود حماية الجميع، وموجود الدفاع عن البلد وأشياء كثير موجود من زمان. وفي مين يعني مثلا اليوم الأمريكيون هني عبي صلحوا الجيش اللبناني، أوكي، والسلاح الفرنسي ما رح يكون كان أكثر سوفيستيكيتد،
يعني تطورا من السلاح اللي عم يعطونا اياه الامريكان. كل اللي اجوا يعني مبينين هيدي فيها. وكمان اللي بدي اقوله انه اليوم ما بعرف احد الجرايد عم تقول انه امبارح انه ما قدروا يطلعوا السعوديه من البروتوكول، قالوا لهم اعطونا سلاح لنا. ولهم حق فيه هيدا، ماشي الحال يعني قرار نهائي العودة عنها. بجوز هن يبعثوا للبنان، بجوز يغيروا فكره، بجوز لا، بس في خلاف اساسي. الدولة اللبنانية لو في ما صار في احتجاج من 8 كانون الثاني ل 20 شباط من الدولة اللبنانية، يعني التصاريح ما صارت قليلة كانت اذا صارت. على كل حال يعني اذا الغلطة او مش غلطة ما مهمة، الدولة اللبنانية ككل بتعرفي ما نحن مقسومين بلبنان، نحن بالدولة اللبنانية هي مع حزب الله رأس سوريا؟ لا، لكن في قسم من لبنان ايه. الدولة اللبنانية حسب قول السعودي انه يروح على اليمن؟ لا. الدولة اللبنانية انه يروح على غزة؟ لا، هون عم ناخذ او البحرين حسب الاتهامات السعودية لحزب الله. لا، لا. والحزب الله عم يتصرف انه بيروح وبيجي وعم يساعد وبيعتبر حاله عم يدافع عن لبنان والى اخره. هي مشكله كبيره للدوله. اللي هي قال امبارح كمان بدي ارجع عيد اللي قاله السيد حسن نصر الله انه هيدي مسؤوليتنا نحن ونحن بنتحملها ونحن كذا وانا ما فيني. تذكر اللي كل شافوا الخطاب امبارح وقريوا عنه بالجرايد، يعني هذه الحرب مستمره. اذا صار في غلطه دبلوماسيه ما بتسبب هالاشياء الغلطه الدبلوماسيه. اللي بسبب الاشياء في استمرار وفي خلاف وفي يكبر ويتعاظم هذا الخلاف. مش بورر، مش بسبب الغلطه الدبلوماسيه، لكن بسبب الاشياء اللي عم تصير، الحرب الاقليميه القائمه اللي كانت بسوريا القائمه واللي نتيجه من مجهول لغايه هلا. يعني بعد سنه اليوم السعوديه بعد اليمن بعده محله، الحدود تقريبا ارتسمت بين الافرقاء اليمنيين، فيعني في شيء مش واضح بعد بالنتائج لا بسوريا ولا باليمن، وفي مصاري كثير عم تنكب باليمن وبسوريا، اذا ما في نتائج ايجابيه في كمان محاسبات بدها تصير ضمن البلد الواحد. ما يعني وين بدها توصل هيدي بين حزب الله؟ يعني انا بدي شيلها منا مع الدوله اللبنانيه، انا ما بدي اتقاتل مع السعوديه. بس في خلاف بين حزب الله والسعودية. طيب خليني أتوقف محظات مع الإعلان وبدي أشوف قديش ممكن للدولة اللبنانية أن تنأى بنفسها عن يعني هذا الخلاف، عن هذا الخلاف بين حزب الله والمملكة العربية السعودية وعن ممارسات حزب الله، يعني عن ما يفعله حزب الله على الأقل في سوريا. إذا ما عنا إثباتات على الباقي، بس أنه بسوريا ما في خلاف على يعني موجودة. فهل تستطيع الدولة اللبنانية أن تنأى بنفسها عن ذلك؟ نتوقف للحظات ونعود بعدها إلى كلمة حرة مع سفير عبد الله أبو حبيب وسفير ياد طبار. عودة إلى كلمة حرة. سعادة السفير ياد طبار، يعني فرقت بحديثك بأول الحلقة بين إذا بدك ما خلينا نسميه مشكل دبلوماسي او خلينا نسميه مثل المشكل اللي بين مع الدوله ومع حزب الله. طب هل تستطيع الدوله ان تنأى بنفسها عن حزب الله؟ تستطيع. هلا تستطيع، لانه حزب الله حزب بيقدروا دائما يقولوا نحن عندنا حريه الكلام وكذا. هلا المشكله الوحيده انه حريه الكلام ما بتوصل للاشتراك بمعارك بسوريا او بمحل ثاني، يعني ساعتها بدك تشوف كيف. بس هي مشكلتهم مع حزب الله، شوفي كان اذا بتاخذي خطابات السيد حسن في تصعيد تدريجي في الخطابات. الخطاب اللي عمله من بعد اعدام النمر كان خطاب يعني وصل الامور الى لا رجعه. اتهمهم تاريخيا انه انتوا انه السعوديه انه العائله الاسره السعوديه احتلت الجزيره بالقوه وبالسلب وبالكذا والهذا. طيب منيح. بعدين انه هن كمان بالتاريخ ساعدوا الاسرائيليه ضد الفلسطينيه سنه 48، يعني هذه مش بس خيانة، خيانة عظمى وتاريخيا خيانة يعني.
واشياء اخرى، انه هن اللي شغلتهم يعملوا فتنه مش بس بالعالم العربي، في العالم ككل وكذا. يعني ما عاد في خط رجعه. يعني هذا الخطاب انا بعتقد بالتدرج وصل الى اللا رجعه. وهذا عم تتهمي انت نظام انه انت جيت صلت على البلد، انت بقى لك انت ما انت احتليتها بالقوه، وصل لك كذا سنه محتله بالقوه. يعني انا بعتقد وصلت الامور، وخاصه مثل ما كنت عم تقولي انه السعوديه هي سعوديه جديده. يعني بالزمان كان يسبوا السعوديه، السعوديه ما يحكوا يعني، بس هلا في سعوديه جديده. ولذلك انا بعتقد هيدي اللي خلقت الخصام بين حزب الله والسعوديه، مش الثانيه. سحبوا المساعده للجيش، خففوا شوي السفاره، وانتهت عند هذا الحد. لو كانت السعوديه القديمه عم بتقول، انا بعتقد هيدي يعني الاجتماع الجامعه العربيه ونقل بالنفس على القرار اللي بدين إيران لأنه هجموا على السفارة وكذا، هيدي يعني انتهت. أنا بعتقد هاي اللي خففوا الدبلوماسيين وانتهت على الحد هيدا. هلأ المعركة الثانية اللي هي المعركة مع حزب الله، وهيدي عم بجمعوا كل القوى. لاحظي انت هدول الاربع او خمس اشخاص اللي حطون على ليستة الارهاب، هدول على ليستة الارهاب الامريكية من زمان، على وموجودين بالسعودية وقاعدين بالسعودية وعم يشتغلوا بالسعودية، مش موجود يعني بيتعاملوا مع يعني عم بيعملوا عمل بالسعودية. حطون على قائمة الارهاب، يعني بس ما مش هن اللي حطوا، يعني مش هن اللي لقيون وقالوا كذا. هل يا ترى بيكملوا بهالقصة؟ هلا اخذوا اللي بيعتبروه الامريكان ارهاب، طيب بجوز توصل لهون وتوقف. انا بعدني متخوف انه هلا طبعا عم بيقولوا انه ما في شيعة وكذا، لا في 500 ألف لبناني بالخليج. مش كلهم سنه يعني، لا في نص مسيحيه معروفه. ايه في مسيحيه واكيد في شيعة. هل ممكن ان يعاقب كمان من هم من المسيحيين مع التيار الوطني الحر او القريبين من بدهم يعاقبوا؟ اذا بدهم يعاقبوا بدهم يعاقبوا كل من له علاقه، يعني تعاطف، بيعرفوا هلا بيكون واحد هلا بيعرف من السوشيال ميديا على الفيسبوك اذا واحد حط له صوره بس هيني. هون عم تحكي بعشرات الالوف، يعني حتى لو قلتي انت 10% شيعة، 10% شيعة يعني 5000 زلمه، عرفتي؟ يعني هاي بتاثر على لبنان، بتاثر على. وبتصور انا السيد حسن امبارح كان عم بيروقها بهالجهه انه هي بتاع علينا ونحن بسوريا. السيد حسن قال هيك كمان انه تعوا يا لبنانيين نتخانق بسوريا اذا بتتذكر. لا وبعدين تشبهها شوي لهيدي. ايه وبعدين ذكر الوزير باسيل، هو قال هذا المسكين المظلوم عم تظلموه، هيدي حق علينا. طيب هل يا ترى معناها انه نحن اعطيناه الجواهد انه يعملها هيدي؟ يعني ذكر باسيل، ما بعرف. انا بعتقد هيدي ما كانت مظبوطه. خليني اكد لك وانا متاكد منها انه الوحيد اللي استشاره الوزير باسيل هو رئيس الحكومه بس. والموقف ما كان مشي، بس خلينا ما نرجع لهيدي. خلص مين قال لك باسيل؟ قال لك بس معلش كمان يعني انا بركر رئيس الحكومه، لا معلش ما بهم بجوز يكون مظبوط، بس عم بقول انا انه هندي السعوديه عندهم معركتين، المعركه مع حزب الله وهيدي قائمه بعدها ماشي، وهيدي اللي بتخوف منها. لانه طبعا ما فيك تفصلي نتائج او تداعيات الهجوم على حزب الله من التداعيات على لبنان. يعني اذا طردوا 5000 واحد من هونيك، طيب هاي بتعرف شو بتعمل بلبنان؟ هاي بتعمل مشكله طويله عريضه.
اقتصاديا يعني اقتصاديا كان موضوع الوديع او التحويلات. بتعرفي بيجينا نحن والبطاله بيجينا تقريبا شي 5 مليارات دولار بالسنه اذا مش اكثر من الخليج. هي تحويلات اللبنانيه. طيب انت شيلي 10% من اللبنانيه بتطير 10% من التحويلات وهي نحن عايشين عليها. يعني التحويلات هي اساس بالاقتصاد اللبناني. نحن بيجينا 7 مليارات ونص السنه الماضيه، اجانا 7 مليارات ونص دولار من تحويلات من الخارج، من اصلها 5 او 5 ونص من الخليج. عرفتي؟ هيدي اللي اولا عملت شبكه امان بلبنان للاجتماعيه، وعملت مدخول كبير للبنك المركزي وللعمله اللبنانيه. طيب نحن ما بنقدر نتحمل هيك مسائل، ولذلك انا بعتقد الشغل هلا لازم يكون على ايقاف العمليه على هذا الحد لغايه ما تجي هجمه الفرنسيين والامريكان وكذا للصلحة. وبعدين يصير في اتصال بالفرنسيين وبالامريكيين، لانه يا عمي صار في مشكله تعوا تساعدونا فيها، يعني وانتم اصدقاء وانتم احباء وانتم كذا. برايك ممكن ان تدخل دول يعني للصلحه؟ بعدين هي الصلحه شو بين الدوله السعوديه وحزب الله يعني وحزب لبناني؟ ما اظن يعني، ولا كيف؟ باستثناء حزب الله ما في فئه لبنانيه مختلفه مع السعوديه ابدا، ومعظم الناس حتى الوزير جبران باسيل بينقبي نفسه بكل معنى الكلمه عن الخلاف السعودي مع حزب الله. لم ايدين هودي ما طلع منه اي وقت تأييد له او لهوديك من هالناحيه هيدي. وبقيه يعني معظم القيادات المسيحيه، يمكن الدكتور سمير جعجع بايد السعوديه. الكتائب والطيار نقيوا عن نفسهم من هالناحيه، ما عدا انه وزيري الكتائب قالوا انه ما في شيء يدعو للاعتذار يعني. وحتى الوزير جبران باسيل ما قال شيء، يعني ما اجى قال اللي عم بقول الوزير باسيل انه انا كنت منسق هالعمليه، ما عم بقول انه انا مع انا ضد انا كذا انا هيك شيء، ما قال هالشيء ابدا، ولا طلع منه ولا طلع من اي واحد بالطيار هيك شيء. فلا ما في خلاف بين اللبنانيين والسعوديين، في خلاف مثل ما قالوا السيد حسن امبارح بنرجع له بين السعوديه وهن وحزب الله. كيف تعالجيها اللي قالوا؟ طب برايك في حدا من الداخل اللبناني استغل هذا الشيء اللي صار مع الوزير باسيل لضرب حظوظ الجنرال ميشيل عون رئاسيا؟ ما لها تاثير بالرئاسه هيدي بفتكر، لانه معركه رئاسه مأجله، بس في حدا لبناني استغل؟ لا. ايه يعني هيدي قضيه لبنانيه صرفه. اللي الاتهام الوزير باسيل اجت هو قال على احد التلفزيونات انه قالوا لي شو لازم اعمل بعتذر. انا ما يعني ما حدا بده يعطل او يسيء الى علاقه لبنان مع السعوديه. والوزير باسيل على راسه من هالناحيه هيدي. ف القصه فيها خلافات. امبارح مثلا اللي طلع اليوتيوب عن السيد حسن نصر الله التقليد هي قناه الام بي سي، قناه الام بي سي اللي هي سعوديه، وصار في اتهام لا انه هي من اجل الفتنه. ولهيك طلع وقال لا وقفهم، لا ما تعملوا ما كذا، والرئيس سعد الحريري عمل ذات الشيء كمان حتى وقفوها، لا في محاولات الفتنه. طيب منين جايه؟ هل بنتهم السعوديه فيها ام بنتهم حدا فيها؟ لا انا ما بفتكر السعوديه قلت لهم للام بي سي اعملوا هالفتنه واعملوا هالكذا، بس بتصير هيك اشياء بتصير. بس في شعور سعودي خلينا نقول يعني اجريسيف ضد اللبنانيين، يعني في نحن بنشوف السوشيال ميديا بنقرا الناس شو عم تحكي، في يعني بدايه شعور هيك معارض للبنانيين، معادي للبنانيين الى حد ما. يعني انا بفتكر القضيه الاقتصاديه اللي الكل امبارح عم بتسمع على راديو مونت كارلو كنت بالسياره، وعم بيحكوا عن انه بالسعوديه مش عم يدفعوا الشركات الخاصه مش عم تدفع للعمال تبعها مثلا، وعم بيحكوها سعوديين اللي عم بيحكوا يعني. ففي مشكله اقتصاديه بالسعوديه كمان، لما بينزل البترول من اكثر من 100 لسير 30 في مشكله، والمصروف اكثر مما هو، فيعني التعهدات الكذا كلها عم بتقله عم بتخف. انا ما بستغرب انه
يترك كثير من اللبنانيين مش لأسباب سياسية، لأن ما أعتقد أنه السعودية رح تنتقم. أنا بفكر أنه انتهت هون دبلوماسيا، إذا حقيقة عم بفكروا كانوا بما قام به الوزير بسيط فانتهت هون خلصت، ما عدا ضد حزب الله أو من يعني يتعاطف مع حزب شكل. الله صارت شيء غير شكل. شو المطلوب منا؟ يعني إذا المطلوب منا أنه شيلوا حزب الله بالوزارة ما رح تصير. المطلوب منا أنه الجيش اللبناني يهجم على حزب الله ما رح تصير. في أشياء ما رح نعملها نحن بلبنان فيها القصة، ما فينا نعملها، مش أنه ما رح نعملها، ما فينا نعملها. يعني حتى اليوم موقف الوزير مشنوق وبين أنه ما فينا نعمل لك أشياء بلبنان من دون ما نهدد الوحدة الوطنية. يعني هذا الموقف اللي سمعنا عنه بالأخبار، يعني بعد مشي ما في شيء مكتوب وصل لهون. فمن هون القصة بين السعودية وبلشت انه هيدي على المنابر الدولية، بده يروحوا على الأمم المتحدة، بده يروحوا على كذا، بلشوا انه بدهم ياخذوا إجراءات ضد حزب الله. هل بتنجح أو ما بتنجح؟ أنا بفكر ما رح تنجح، بس هذا شيء تاني أكبر منا وأكبر من طاقتنا انه نمنعها أو ما لا نمنعها. مش بإيدنا هالأشياء هيدي، نحن بنقدر نمنع أشياء اللي بتصير بلبنان وبنقدر نضبط أشياء بتصير بلبنان. هل نحن قادرين كدولة لبنانية نمنع حزب الله انه عناصره تروح على سوريا وتحارب بسوريا؟ نفترض انهم فقط بسوريا، والاتهام اللي هم موجودين باليمن وبغزة وبالبحرين مش مزبوط. هل نحن قادرين؟ مش قادرين، مش قادرين. مش طب شو هو المطلوب سعادة السفير يا طبرش؟ شو برأيك السعودية اللي كيف؟ اللي عم بيقولوا انه المطلوب انه لبنان يرجع يعود الى الاجماع العربي، يعني يرجع يطلع قرار انه نحن أخطأنا بهاي، نحن دائما مع الإجماع العربي ولا نقبل إلا أن نكون مع الإجماع العربي، قصص من هالنوع. بس ما طلبوا هني أنه لبنان يسحب حزب الله من سوريا، هيدي مشكلتهم مع حزب الله. يعني هني فاصلين مشكلتهم مع لبنان مشكلتهم مع حزب الله، ولكن المشكلة التداعيات. شو كنت عم تقولي أنت أنه بالخليج أو سعادة السفير عم بيقول بالخليج في مشكلة اقتصادية؟ انكماش اقتصادي مزبوط، في مشكلة اقتصادية بكل البلاد البترولية. شوف ايش صاير بلدان العالم كله، اوروبا، شوف ايش صاير بروسيا. شوف السعودية عندهم أموال هائلة بأمريكا وبأوروبا وكذا، عندهم ريزيرف يعني بيقدروا يجيبوه، بس روس ما عندهم. روس عندهم اللي عندهم اياه بقلب البلد. ما مهم، المهم انه هل المشكله الاقتصاديه اللي موجوده رح تسبب مثل ما قلت انت انه في عم بيقولوا انه ربع اللبنانيه يمكن اذا كملت هيدي وهيئتها مكمله هالسنه هاي ربع اللبنانية يمكن يرجعوا، وعندنا مشكلة قوية بهاي ربع اللبنانية. ما بدنا نزيدها كمان نحن ونهبط عليهم حيطان كمان تاني. بس في مشكلة دولية اللي عم تأثر على السعودية، وأي شيء بأثر على السعودية اقتصاديا بأثر على لبنان، أي شيء بأثر على الخليج بأثر على لبنان، لجهة الاستثمارات، لجهة التحويلات، لجهة السياحة، فرص العمل كمان، السياحة. يعني كل نحن مربوطين بالخليج ربطة كبيرة كتير قوية اقتصاديا. ولذلك أنا بقول إنه خلينا نروح نحكي مع أصدقائنا اللي برا ونقلهم، يعني نجرب نجيب يعني مساعدة من الخارج لإنهاء هالعملية نهائيا، يعني قبل ما تتطور أكثر وكذا. يعني خليني أقول كلمة إضافية. تفضل. الأمريكان عم بيقولوا إنه نحن ضد حزب الله، ونحن حطينا قبل غيرنا ناس من حزب الله على اللائحة السوداء واللائحة الإرهاب وإلى آخره، وحزب الله إرهابي من زمان بالولايات المتحدة، مش مش اليوم. صحيح. لكن ما توقفنا عن دعم الجيش. هيدا شيء وهي شيء. شفت الأوروبية كذلك الأمر، بيفصلوا بين الاثنين. إحنا ما عم نتلقى مساعدات العسكرية من أوروبا، بلا قليل بتجي. بريطانيا إجت وفرنسا شوي، بس الأكثر شيء اللي عم يجي من الولايات المتحدة، وهذا كان موقف الولايات المتحدة إنه نحن لا. مزبوط حزب الله بنعرف
شو حزب الله ونحن ضده ونحن اعداء نحن وياه وعم نحطه على حده الارهاب وبدنا نخنقه وبدنا نجرب كل الاشياء موجوده. لاحظ انه الكونغرس عملها من لا انه الكلام اللي عم بيطلع عن السعوديه ما عم بينقال عن الشيطان الاكبر. يعني الشيطان الاكبر مخففين عنه الانتقادات شويه وهلا حولوها الى شيطان اقليمي. مشان هيك يعني في فرق كبير ما عم بي مش نازلين بامريكا. شوف امريكا لما ما في خلاف ايران اهل القربة شو بيقولوا هيك لما ايران كان يحكوا ويطلعوا مظاهرات الموت لامريكا وكذا وهيدا عملت امريكا عليهم عقوبات هلكتهم. لا ما بتقدر انت كمان لا في جريده من الجرايد هون ثاني يوم طلعت قال شفتوا انه المساعدات السعوديه مشروطه انه ما سبيناهم سحبوا جريده الاخبار انه مشروط انه ما نسمع مشروط انه ما نسبهم طب مضبوط مضبوط بس يا سعاده في حطيت عم ندافع عن ايران او عن كذا نحن عم نقول الموقف الامريكي كيف هو والموقف الامريكي هو انه نحن الامريكان عم بيعطوا بالملايين دوليك عطيوا بالمليارات شو عم تقارني الامريكان انا لما كنت بواشنطن صار لنا اربع سنين فاوضنا على ملالات هن معترفين كانوا انه نحن جيشنا عمل من ملاله عجيبه صح انه اجوا ساووهم وكذا وهن اجوا زياره ورجعوا من هنيك معجبين بشو عملنا بهالملالات السكنها طورناها يعني؟ طورناها وهي سكنها اجوا لقيوها مدهونه عليها صار رشاش وكذا وهيدا وانه بدهم يعطونا الام 113 هيدي الام 113 هدول الملالات بقى رحنا نفاوض على الملالات قال قبلوا يعطونا شو اسمه بس يعني بس برخيص كثير يعني مستعملين برخيص مثل الفوج الاول بس عندهم الملالات مكسره شو هدول من ايام حرب فيتنام يعني لا مكسرين وكبير على جنب قلنا له يا بعطينا اياهم لناخذهم قطع غيار يعني بنستعملهم قطع غيار انتم ما راح تستعملوهم ما قال طيب بدهم اذن من الكونغرس وقف الكونغرس اف الكونغرس وقف ليه لانه في حزب الله بلبنان لا لا عم ليش انتم عم تاخذوا لبنان ليش بياخذ ببلاش اسرائيل بتاخذ 3 مليارات سلاح بالسنه نحن هالكم ملالي لانه بدنا ناخذ قطع الغيار ببلاش قال لا بدكم تدفعوا البلالات المكسره ما انه الملالي انت تسمح لي كمل هي اي سنه قطعني صرت مقطعني مرتين ومرقني لك اياها ما انه الملالي الله يخليك وانا ما راح اقطع بس ما انه الملالي لا يعني بس صار جينا بعهد اوباما مليار ونص دولار من السعودية ولا قرش من وقت ما تأسس الجيش لليوم ما عم بقول لهم لازم مني هلا مليار ونص دولار سعادة السفير بس انه في سقف لنوعية السلاح اللي بتوصل طبعا على طبعا ليش السعودية كان عم تعطينا احسن اللي بتعطينا اياه مش احسن مش عم بنتقد السعودية بس عم بقول انه هالجيش ماشي والجيش عم بدافع عن البلد من دون هالسلاح اللي بده يجي وسط باموال السعودية مش بالسعودية باموال السعودية فبنقدر نكمل بذات الطريقه والامريكان ما بيجوز هيدي كانت يوم مثل اليوم عم بيعطوك سلاح الوحيدين اللي عم بيعطوك سلاح هن الامريكان وعرض علينا سلاح بس نحن ما اخذنا من الروس عرض ومن ايراني كمان في عرض ايراني ما عم ناخذ عم نبقى مع الولايات المتحده ناخذ سلاحهم ناخذ ذخيرتهم وعم يكلمونا من هالناحيه هيدي اوكي وما زعلوا منا لانه حزب الله موجود وحزب الله ضدهم وكان ضدهم وباقي ضدهم ودائما عم بيحطوه على لائحه الارهاب ما زعلوا الجيش اللبناني يعني ما فرقوا ما بين إيه بس فينا نقارن بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه يعني في فرق كبير بين اثنين ما في مجال للمقارنه طبعا انا مش عم لك ما عم بلوم هو عم بلوم عم بحكي الحقيقه هي هيك ما عم بقول انه السعوديه لازم وكذا ما لا هن حرين بمصرياتهم وهن حرين بسياستهم ونحن ما عندنا هالعداءه تجاه السعوديه، ما حدا منا عنده العداء يعني مثل ما حكينا بالاول، ما في العداء ضد السعوديه، ليه يعني كنا بنتمنى انه تفرق السعوديه بين جيش لبناني وحزب الله. لكن ما فرقت، ماشي الحال، منا اللي عم بقول منا شيء
صعب على الجيش، الجيش سيستمر وسيبقى الخط الدفاع الأول عن لبنان واللبنانيين بالمساعدات اللي عم ياخذها هلا. هيدا اللي طب إذا بدي أحكي عن موضوع لما كنا رح نفلس مرتين ثلاثة بأيام الشخرفي يحطوا وديعة بس ليهدوا الليرة اللبنانية. شوف الودايع الأمريكية شو اجت مهمة من أيامها. الأمريكان بعهد أوباما يعني 8 سنين عرفتي، بس مهم إنه دوليك وديعة ورا وديعة هلأ موجودين بالبنك المركزي بعدهم باسمهم ودائع. وتخوف البنك المركزي إنه إذا قالوا رجعونا الودايع بس رجعون ما عم بيقولوا ايه بصير عندنا خضة مالية. مع العلم انه حاكم مصر لبنان قال مش كتير كتار اولا يعني. عم تحط الناس انه عم يهاجموا السعودية وما لك حق فيها انه ونقارن بين السعودية وامريكا ما لك حق فيها. بساعات السفير اسمح لي فيها هيدي، نحن بنعرف انه في نصف مليون لبناني اذا مش اكثر عم يشتغلوا بالخليج، وبنعرف انه هالمصاري وقلتها انت عم تيجي لهون ودائع وغير ودائع، وهن حطوا ودائع ومشكورين فيها. اللي عم نقوله هلا شيئين، خلينا نرجع نعيده، ما عم نقارن، ما عم نسبهم، ما عم نشسبهم، بالعكس عندنا محبه للسعوديه وتقدير للسعوديه. اللي عم نقوله اليوم انه كان لازم يفصلوا بين الجيش اللبناني وحزب الله، اذا هن غضبانين على حزب الله، او بدي امشي مع سعاد السفير غضبانين على الوزير بسير. ما له خصها الجيش اللبناني، هيدا الجيش اللبناني جاي وبلدي. الا اذا بلشنا نعتبر عن جديد اليوم بالسياسي انه الجيش اللبناني تابع لحزب الله، اللي انا ما بفكر، انا جيش وطني بكل معنى الكلمه، اللي الكل بدهن اياه يبقى هيك والكل معه، يعني كل الفئات معه في العمل. هيدا كل شيء عم نقوله، وكل شيء غير هيك كله تقويل، كله مثل اتهام هالحملة القامت على جبران بسير لانه اخر هالموقف من شهر ونص. هيدي مواقف لبنانية بحتة عم تحاول تغير الامور بلبنان، تستعمل القرارات السعودية مشان مكاسب لبنانية ضعيفة، ونحن اللبنانيين ضعاف فيها هي، دائما بنستعمل الخارج نقوى على خصومنا بالداخل. لازم نخلص منها هالشغلة هيدي. ما حدا ضد السعودية. أوكي. بدي كفي خلينا بس. حلو من بعد ما ينتقد السعودية وشوف الأمريكان ما أحسنوا السعودية. بس أنا بحبهم. أنا كثير كثير. لا من بحبهم خيي. الله يخليك. كمل بالحب. ما بيمسي خيي. إنه أوكي. ما بيخلص. ما رح تنجحوا بيه. بالخلاف هيدا شو نعمل لك؟ على كل الأحوال بدي ضلني بس بدي أبتقل شوي للموضوع السوري، وبدي أشوف التدخل السعودي كان المزمع البري، هل هو ممكن وهل لا يزال قائما خصوصا بعد وقف إطلاق النار والتحولات اللي عم بتصير في سوريا؟ ولكن نتوقف للحظات، نعود بعدها لنتابع كلمة حرة. عودة إلى كلمة حرة في الجزء الأخير. سعادة السفير رياض طبارة، برأيك هل وارد بعد موضوع الدخول السعودي إلى سوريا لمحاربة داعش، هذا العنوان الذي هم أعلنوه يعني بهذا الإطار؟ طبعا عم نشوف تحركات عسكرية في قاعدة إنجرليك في تركيا يعني، ولكن بنفس الوقت صار في وقف إطلاق نار. هلأ شوفي، الاتفاق الأمريكي الروسي كان مشروط، روسيا ما كان برأي توقف هلا. روسيا عندها خطة انه تأخذ المنطقة هيدي من جنوب الشام الى حلب واللاذقية وتكون هيدي مركز لها. عملت 4 قواعد حربية كبيرة هلا لحد هلا، عملت اتفاقية مع الحكومة السورية ابدية يعني، وبتشوف الغارات اللي عم بيضربوها كلها بهالمنطقة هيدي، كل مدة بتفلت لها شي واحدة على محل تاني. طيب بس الأمريكان ما قابلين هالعملية هيدي، وبعتقد صار نوع من التهديد الأمريكي إنه إذا بتكملوا نحن رح نعطي أسلحة متقدمة تماما مثل ما صار مع الاتحاد السوفيتي بأفغانستان. افغانستان يومتها الاتحاد السوفيتي كان ماشي وربحان المعارك بعد 4 سنين وكذا 5 سنين.
لما ريغان يومتها بالاحتواء من الاحتواء اعطاهم الاسلحه النوعيه، نزلوا الهليكوبترات وكذا. اي اول شيء تو عملوا له مجزره للدبابات، بعدين ستينجر نزلوا. حمل حاله غورباتشيف وانسحب. يومتها بعد سنتين راح الاتحاد السوفيتي، مزبوط. وبعد خمس سنين فلست روسيا ووقفت دفع الديون. ليه؟ لانه كانت بنفس الحاله اللي هي فيها هلا. نزل يومتها البترول، يعني سعر البترول من 85 لل 25، بعدين رجع نزل ل 16 فلست. فعم بيقولوا لهم، وصار مدي بيصير في حكي فيها، انه يا عم ان شاء الله شو ناطر انت يا اوباما؟ عمول مثل ما عمل ريغان. فانا بعتقد الكلام الجبير وكلام الاتراك هو بهالاطار هيدا، لان الجبير دائما عم بيقول اذا خرقتوا الهدنه نحن بندخل وكذا، نحن بندخل اذا خرقتوا الهدنه. التركي عم بيقول نفس الشيء، اذا خرقت الهدنه نحن بدنا ندخل، عرفتي؟ في انا بعتقد هذا هو الاتفاق الموجود، ولذلك هلا الروس مصرين على الهدنه. ولو انه الاسد ما بده اياها الهدنه وما بده يكمل بالعمليه، لكن عم بيجبروه انه يعملها الهدنه، ولذلك هي واقفه الهدنه على هالعمليه. انا بعتقد اذا الروس فلتوا قالوا رح نكمل نحن، انا بتصور بيدخلوا دوليكي بي. كيف بيدخلوا؟ ما الجبير عم بيقول نحن بنبعد قوات خاصه. شو قوات خاصه؟ قوات خاصه 200-300 زلمه، ما بيغيروا شو اسمه. لكن هدول اذا فاتوا بده يحموا حالهم من البراميل ومن الكذا، يعني معناها بده يجيبوا ستينجر معهم، بده يجيبوا التو، زياده التو وكذا، وكل الاسلحه الجديده المضاده للطائرات اللي بتغير المعادله على الارض. وروسيا ما فيها الضاين بالاقتصاد الروسي اللي بهرب، ما فيها الضاين، عارفه انه بدها تخلص بعجله. لذلك انا بعتقد هون يوقف العمليه. اذا كملوا، وبستغرب كثير انه يكملوا الروس فيها هيك على المفضوح، بعتقد بيدخلوا. لكن التخوف هو انه الروس ينطروا الوقت المناسب، يمكن لما بتخلص الانتخابات بين رئيس ورئيس بين كذا، وبيعملوا لهم هجمه حتى هالمنطقه يحرروها. ما بيكونوا فاضيين الامريكان يركزوا على المنطقه هون. بس بالوقت الحاضر بعتقد لا في دخله تركية سعودية ولا في خرق كبير مفضوح للشو اسمه، ولا ما توقف هون. طيب بتوافق هالرأي؟ وبرأيك رح يكون في بالموازات عملية سياسية يعني بجنب؟ أولا ما لازم نفكر أنه بالولايات المتحدة في انتخابات، ومن ثم رئيس أوباما ما رح يقدر يأخذ إدارة أوباما، ما رح تقدر، لأنه إدارة أوباما كلها مش داخل بالانتخابات. لا عم بيعملوا حملات، مش عم يحشدوا لهيلاري؟ لا أبدا مش عم يحشدوا، بعد بكير كتير مش عم يحشدوا. وبعدين بعدين بحرب البوسنيا كان باخر ايامه كلينتون وضرب وما فرقت معه في العمليه. هيدي اشياء بياخذوها القرارات اذا فيها شيء، هذا اللي بدي اقوله. ثاني شيء انه انا بعتقد انه الروس والامريكان اثنيناتهم جديين، لانه لاسباب مختلفه، لاسباب ذكرها من قبل سعادته بس ما ذكرها هلا، انه الحاله الاقتصاديه الروسيه ما منيحه. يعني ذكرها من قبل بس انه ما منيحه اليوم، ما فيها تستمر بهالقوه اللي كانت عم تستمر فيها. ثاني شيء انه روسيا صارت هلا عم بيتعاملوا معها كسوبر باور. وين اوروبا؟ امريكا وروسيا، اوكي؟ ثالث شيء اللي بدها اياه روسيا من على الارض السوريه اللي بسموه الارهابيين، الامريكان بدهم اياهم واكثر. أيه. وعم بيشتغلوا عنهم يعني. عم بيشتغلوا عنهم يعني، ليه شو ليش بدهم يتعذبوا؟ ليش تعذبوا؟ ثالث شيء اثنيناتهم بدهم بقاء الجيش السوري، مش عم بحكي عن النظام انا، عم بحكي عن الجيش السوري والاداره السوريه. تكفيرا عن الخطا العراقي. مش العراقي، العراقي والليبي. ليك شو صار بليبيا؟ لان اوباما هي مشكلته ليبيا، هو اللي مشي بليبيا. مش هيدي منا جورج بوش اللي عملها. فهيدي كمان بتخليهم انه
إيه انه كلنا نكون مطبقين. اليوم انا عملت مقالب بالسفير بحط فيها انه نقاط اللقاء بيناتهم وفاق بيناتهم اكثر من نقاط خلاف. نقاط خلاف هي بشار الاسد بس فقط. هودي بدهن يروح دغري. وموضوع المعارضه شوي يعني من تقصف روسيا من المعارضه ومن لا، هيدي حلوه انه اليوم عندك ما بعرف قديش عطون مدي كل عنصر في تنظيم معارضه بده يقبل ب وقف اطلاق النار، اذا ما قبل فهو من المعارضه الارهابيه، وهذه متفقين عليها الامريكان والروس انه بس في مده معينه بده يقول للامريكان بده يقول للروس حدا منه يقول لحدا منه انه نحن معارضه وقبلنا بوقف اطلاق النار، اذا ما قبله طب يعني ما هو التالي واتس نكست يعني ممرات انسانيه؟ هي المفاوضات في ناس محاصرين صار لهم 6 أشهر 7 أشهر وعم بيجوعوا يعني انه صار لهم 5 سنين كمان أو أكثر. في محلات يعني في مفاوضات بدها تصير برعايه الامم المتحده بس اذا ما دخلوا الروس والامريكان معهم مباشره مثل ما عملوا الامريكان ببوسنيا مثلا انا ما بعتقد بتنجح. حتى تنجح الامريكان بعتوا قوات خاصه يعني الامم المتحده جابوا جماعه جابوا الكل عم تحكي عن مفاوضات ديتون مفاوضات ديتون لمن ما عملوا لمن اذا ما دخلوا يوم متى دخلوا الامريكان حطوهم مثل ما صار فينا كمان بالطائف نحن حطونا بوضع اوكي خلص ما في تظهر غير ما توصل لاتفاق توصلوا اتفاق اذا ما عملوا هيك الامريكان والروس باتفاق مع بعضهم انا بفتكر الامم المتحده بتفشل مره ثانيه انها تعمل اي اتفاق فيها شو بيكون في مصير الاسد شو بيكون مصير الاسد كله نتيجه الاتفاق هنا بصير موجود. موازين القوى برايك على الارض يعني رح تغير في معادله الاتفاق اللي عم نحكي عنه او المفاوضات التي عم بتصير يعني جنيف 1 وجنيف 2 منا مثل جنيف 3 لما موازين القوى تغيرت هلا يعني النظام صار عنده مناطق اكثر تقدم في الاونه الاخيره خصوصا بعد التدخل الروسي بايلول فهل هالشيء ممكن يغير معادلة او يغير بقصه هل يبقى الاسد او لا يبقى هل يعني يشترك في الانتخابات او لا لا انا ما بتصور الاسد هو المشكله لانه للروس بعتقد الروس بيضحوا بتخلوا عنه بيضحوا فيه ما فارق معه الروس انا بعتقد الروس بدهم على المنطقه تكون وهذا الخلاف الروس الامريكي الامريكان اوباما لانه متردد ولانه ما بيدخل بهيك قصص وكذا تركهم يوصلوا الى حد بعيد بهالخطه هاي قبل ما يتدخل يعني وهلا اتدخل طيب هل يا ترى اول شيء الاتفاق هيدي الاماكن المحاصره وكذا هي داخله بالاتفاق هيدي ما بدها لا اجتماع جنيف ولا شيء اجتماع جنيف هو لحتى يشوفوا المرحله الانتقاليه مرحله انتقاليه وكذا اطار الحل السياسي يعني اطار الحل السياسي وهذه كمان بعدها بعيد كثير لانه يعني ما في قاسم مشترك دمستوره عم بيعمل اجتماعات وما عنده ارضيه بعد بيعمل اجتماع بتلاقي قشط الاجتماع بيرجع بيعمل اجتماع بيقشط الاجتماع لانه ما عندك ارضيه مشتركه لحتى تبلش منها يعني وهو مستعجل انه هلا وقفت شو اسمه بنعمل الاجتماع بكره بيفشل الاجتماع اللي وراه بيفشل عم بيقعد حدا ياخذها جديا ولكن في يعني دفع تجاه الحل السياسي النهائي وفي على الارض يعني الامور بتضل مثل ما هي لنشوف يعني انا حقيقه شخصيا بتصور بعد القصه طويله كثير يعني بعد ما وصلنا لحالي اللي بتقولي والله في نفق هذا اخر النفق في بصيص نور ما في بصيص نور يعني يعني لا ما في اتفاق على اي شيء لا في اتفاق على المرحله الانتقاليه ما في اتفاق على الناس اللي قاعده هلا هو بده يعمل انتخابات هذه ما راح تصير انا ما بعتقد بتصير لان الروس ما بدهم اياها بس يعني انه هو واحد بده يعمل انتخابات وواحد عم بيقول له انت بدك تمشي حتى نعمل عمليه انتقاليه انت مش موجود فيها بعد الامور بعيده وحتى بين الروس والامريكان انا بعتقد بعدها بعيده يعني هيدي ايقاف المعارك
بتهديد انا بعتقد امريكي انه اذا ما يا روس اذا ما بتوقفوا بتغير اوعد اللعبه بغير اوعد اللعبه عرفتي بعد بعد في حتى بين طبعا اثنين بيشتركوا قصه داعش بس الامريكان اول شيء رحبوا انه دول رح يضربوا داعش طلعوا عم بيضربوا لهم الناس اللي هن دربوهم عرفتي تماما فلذلك بعد الامور بعد يعني بعد ضبابيه وطويله ضبابيه وبعد ما صار الاتفاقات الاساسيه اللي بتعب الارضيه لحتى ينبنى عليها ولذلك انا بتصور بعد القصه طويله انطلاقا من هون نحن بلبنان شغور رئاسي رح يصير له سنتين قريبا معقدة كل الملفات على رأس النفايات الحكومة المجلس النواب واقف عم يحكوا عن انتخابات بلدية ما بعرف قديش ممكن تصير طيب بينزاد عليها الخلاف الخليجي اللي حكينا عنه معظم الحلقة اليوم قدي في يحمل لبنان هذا الضغط برأيك سعادة السفير حامل بصعوبة حامل موجودين بعدنا ومنا هينة علينا عدم وجود رئيس أو وجود رئيس بالأزمات الموجودة ما بتأثر كتير خاصة اللي بيكون إذا بده يكون الرئيس ضعيف اللي مش عارف حاله وين إجا نتيجة لتسويات وكذا والآخره فما بي ما بيغير العادل العادل بتتغير مجلس الوزراء مجلس الوزراء يمثل الجميع بلبنان ما حدا ما عدا القوات اللبنانية كلهم موجودين كلهم ممثلين بقية الفرق بالحكومة اللبنانية يعني بيحمل لبنان بيقدر أنا بشوف رغم القضايا الاقتصادية بلشت تدهور شوي في عنيد كبير وإذا بالخليج إذا بالخليج بقيت الحالة الاقتصادية ما عم نحكي سياسة إذا بقيت الحالة الاقتصادية بالخليج كمان عم تنزل هي بتأثر علينا مثل ما قال سعادة السفير أمنيا أنا ما نفزعان منها أمنيا بصير فيه مثل اللي صار مبارح أو مثل أي وقت بس تلمسك بس تلمسك ما حدا عنده مصلحة ما حدا ما حدا عنده لا النية ولا المصلحة إنه تعلق بلبنان بفتكر كلنا تعلمنا من 15 سنة حرب وما حدا منا بده يزيدها وفي قسم كبير من اللبنانيين يعني محايدين حالهم عن كل هذه الخلافات فمن هون انا ما ماني فزعان بس بال 75 يمكن ما كان في حدا عنده نيه يصير في حرب ودحرجت الامور وصارت لا بال 75 بلشت شوي ورا شوي ورا شوي ورا شوي كانت بتشوف انها مختلفه هلا وكان في بنيه انه الناس بلشت تتسلح والناس طبعا في سلاح وفي كذا هون بس منه سلاح عم يجي سلاح على لبنان مشان يتقتل بعض حكى عن باخره تركيه كمان اليوم لقطوه بلبنان وبعد ما خلص التحقيق معه شي بيقول خرطوش صيد شي مش كتير مبين مش واضحة يعني لمين كانت موجهة الناس بيتهموا انه الاتراك بعتينا مشان يخلقوا مشاكل ما بفتكر الاتراك بيعملوا هيك بتمنى لا انه ما تكون مزبوطة فيها بس انا ما بعتقد بس ما بعتقد انه بلبنان رح يصير في مشاكل امنية انا اللي بخاف منه هو المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية بتولد مشاكل امنية لان شو بيقولوا اللي بتجيب النار إيه؟ عم فتش انا فاليوم اليوم عندك وضع منه هين 2016 صعب ما عم نحكي سياسي اذا السعوديه زادت بالعقوبات علينا او بالجسم هيدي كمان بتاثر علينا من دون شك بتاثر علينا اقل شيء بتاثر عليه هي انه الودائع مش كثيره بالنسبه لان عندنا اليوم نحن فائض احتياط هائل انه اذا انسحب مليار دولار ما بيأثر لكن اذا بلش تنسحب المصاري اكثر واكثر بتأثر من اللبنانيين معظم الديبوزيتس اللي عندنا هون ودائع لبنانية من الخارج كمان مثل ما قال سعادة السفير انها بتجي من الخارج ومن الخارج مش بس من الخليج من افريقيا بتجي من اوروبا بتجي امريكا قليلة اوروبا لما بتروح على امريكا بتصير امريكانية اوروبا بتضلك لبنانيه، بافريقيا بتضلك لبنانيه، بالخليج بتضلك لبنانيه، فهودا عم بحطوا مصاريين هون، هودا عم بيشتروا اراضي، هو بطلوا هلا وقل هذا التدفق من الودائع الى لبنان. سعاده السفير السعوديه الجديده اللي عم نحكي عنها برايك شو اهدافها وال يعني الخطوات التي تقوم بها الا تزيد الضغط على حلفائها؟ لا بعتقد انه شوفي يعني السعوديه عندها مصالح انه تحمي حدودها الجنوبيه
طيب الحوثيين بلشوا شوي شوي اخذوا عدن، اخذوا صنعاء، بعدين مشوا نزلوا على عدن. اذا تركون كانت صارت يعني مستعمرة إيرانية أو تحت الضغط، تحت السلطة الإيرانية، السلطة الإيرانية على الحدود الجنوبية، الشمسية الإيرانية ما بيقدروا يتحملوها. ولذلك وصار التغيير عندهم وأخذ استلموا الشباب وكذا، قالوا للأمريكان وقفون وقفون، مثل ما كانوا يقولوا بالزمان يا أمريكان ما هون في بترول يا كذا. اوباما متردد ما بيشتغل هالشغله هيدي، فقالوا نحن رح ناخذها على عاتقنا. وهيك بدات السعوديه الجديده، انا بعتقد انه نحن امريكا ما رح تحمينا، نحن بدنا نحمي حالنا، وعم بيشتغلوا على الاساس. هلا نرجع للبنان، بس شوفي لبنان امنيا انا ما بعتقد، مش لانه نحن اللبنانيين تعلمنا نحن ما بنتعلم بس لأنه القوى الفاعلة الخارجية، يعني لما بتحكي سعودية إيران أمريكا كذا، هالقوى الخارجية ما في ولا واحد عنده مصلحة يعمل حرب أهلية بلبنان. بالعكس، كل حرب أهلية هي ضد كل المصالح. ولذلك بتحسي بصير انفجار بالضاحية، كف ما بيضرب كان بالزمان يروح له 200 قتيل من بعد الانفجار. امبارح نزلوا الشباب على شو اسمه سيد حسن، قال له نحن ما قلنا على لم الوضع بغير، وانتو يعني شرعا ما لكم حق تنزل لانه هاي بتعمل فتنه وكذا. ففيها المظله الامنيه لانه الدول الفاعله ضد مصلحتها انه يصير عنا. هلا اذا تغيرت صارت وحده عندها مصلحه يصير عنا، بصير انا ما بستبعدها، بس ما بعتقد هلا وبالمستقبل المنظور في تغيير. بس اقتصاديا تشارك قلق السفير ابو حبيب؟ ايه، المشكله هي اقتصاديه. المشكله اقتصاديه تاتي من ناحيتين، وحده الاقتصاد العالمي وخاصه انخفاض سعر البترول، اللي هو نحن ما عندنا بترول وما بعتقد رح يكون عندنا بترول لا هلا ولا 20 سنة، بس نحن عايشين على البترول. يعني لما بنقول شوفي ليش بيجينا نحن اموال من السعوديه اكثر من غيرها، مش لانه في ناس بعضهم لبنانيين، هلا اللي راح اوروبا اغلب اخذوا عيالهم، ما في حدا يبعثوا له لهون، بس اللي راحوا على افريقيا واللي راحوا خاصة على الخليج بيروحوا لوحدهم، ما بياخذوا العائلة معهم، ولذلك الأموال عم تجي تحويلات للبنان. فلذلك الخليج مهم جدا بالنسبة للتحويلات، لأنه عندنا 500,000 بدون عياله، بيقولوا 550,000. بقى من جهة الاقتصاد العالمي واللي عم بيصير بالبترول، من جهة تانية المقاطعات اللي عم تصير. يعني خذي هلا القطاع السياحي، طيب هذا صار له مش ماشي كذا سنه، مش ايه وعم بيصير مش اكثر من قبل يعني. وبعدين شوفي هي الوقت مهم. يعني اوتيل في اجى بضاين سنه بضاين سنتين ثلاثه وبعدين بتشوفه في كفي، ولذلك هيدي تراكميه، ونحن وصلنا بحد من التراكمية، وهلأ وصلنا بحالة ممنوع الخليجية يجوا لهون، ممنوع الكذا، يعني إضافة إلى الحالة الدولية هاي اللي بتقلقني. يعني هذا القلق اللي عندي أنا. لكن أمنيا أنا بعتقد لا مصلحة إيران لا مصلحة السعودية، بالعكس عندهم مصلحة ألا يكون هناك استمرار الهدوء والاستقرار في لبنان. خليني أضيف شغلة صغيرة. 2008 صار في انهيار اقتصادي عالمي، وفزعنا يومتها أنه قسم كبير من اللبنانيين يرجعوا للبنان. مزبوط. شو بدنا نعمل له؟ ما رجع حدا. ليه اللي رجعوا؟ السبب أنه اللبناني شاطر. ليه مثلا اللي بأوروبا ليه اللي بيعرفوا 3 لغات؟ يعني حي لو واحد صعب تلاقي ناس بيعرفوا 3 لغات وشغيله بيشتغلوا بجدوا بيشهدوا. اللبناني بالخارج بيشتغل اكثر من
من اللبناني. صح. بعدين ما في شيء يرجعوا له لهون كمان، ما في بزنس هون، ما في بزنس، فمرجع كثير لانه في طلب على اللبنانيه فيها. ان شاء الله تكون الحاله هيك بالخليج، لكن في كثير بالخليج متعاهدين، في صغار وكبار، وفي كثير موظفين عند هذه الشركات يعني فيها. هود الخوف انه يرجعوا وما لقوا شغل بلبنان يعني فيها. في صعوبة. ل 2008 كانت مختلفة، لأقول لك ليش؟ لأن 2008 ما أثرت كثير على السعودية، أثرت أكثر شيء على أبو ظبي ودبي. ورجع واللي فيها لبنانية كثير كمان. ورجع رجع كثير يومتها من هالبلدان، لكن هلا عم نحكي خليج، عم نحكي استعمارات، عم نحكي كويت، عم نحكي يعني، لأنه اتفقوا بين بعضهم من يومين إنه نحن كلنا ضد هالعملية هاي. فهلأ كأي شيء بيعملوه رح يعملوه سوا يعني على الأغلب، ولذلك هذه المشكلة يعني خطورتها في خطورة كتير من خطورة الأزمة الاقتصادية عام 2008. بس خليني أقول يعني اللي صار 2008 أوروبا أكلتها أكثر ما أكلت السعودية، دبي بس يعني بالهونة، لكن اللبنانية وين كان؟ بالشركات المالية الأوروبية والأمريكية الموجودة بأوروبا وما طلعوا منها، كمان ما طلعوا منها. وين هودي صرحوا عشرات الألوف من الموظفين فيها وما طلعوا منها، لأنه عندهم قدرة قوية وعندهم كفاءات قوية بقيوا فيها. يعني أنا ما بخيف على هون، خايفين على هالناس التانيين اللي عددهم كمان كبير، الموظفين على كل حال نحن بالشركات الكبيرة مش بالشركات المالية وال صحيح. نحن في عنا هون نحن كمان يومتها بال 2008 نحن ما تأثرنا لأنه البنك المركزي كان مانع البنوك تبعتنا يشتغلوا بالسبرايم. كيف خطر له ما بعرف، بس منعهم يشتغلوا الحاكم منعهم يشتغلوا بالسبرايم. لما خربت الدنيا نحن ما تأثرنا عيب ازاي، فلذلك من جهه نحن ما تأثرنا اقتصاديا، ومن جهه تانية ليه عنا الوضع المالي مستتب يعني هذا، وحاكم مصرف لبنان بيلعب دور كثير كبير بهذا الاطار. هلا نحن مستتب الامن المالي يعني الليره ما مش مهدده يعني هلا الليره مش مهدده بس الاوتيلات مهددين، المطاعم مهددين، ترانزيت وقف، زيد كثير اشياء. خلينا نترك اللبناني اليوم عند هذا الحد. بدي اشكركم كثير سعاده السفير يطبر، اهلا وسهلا فيك سعاده السفير عبد الله ابو حبيب، شكرا جزيلا لك. مرق الوقت كثير بسرعه ما حسينا فيه، شكرا لوجودكم طبعا على امل لقاءات اخرى. بدي اشكر المشاهدين على المتابعه، فريق تلفزيون لبنان، المخرج حنا بويري، ملتقانا الاربعاء المقبل 9:30 مساء، الى اللقاء.